السلام عليكم. اليوم حابب احكي في موضوع مهم كتير، عشان هيك ارجو من كل واحد يشوف هذا الفيديو انه يسمعه للاخر عشان يستفيد منه، ان شاء الله يستفيد منه. الان بعد ما يسمعه اذا وجد انه في معلومات ممكن تفيده او تفيد اي شخص يشير هذا الفيديو، لانه انا برايي يعني انه فعلا في معلومات مهمه بتفيدنا كلنا وبتاثر علينا كلنا. الموضوع هو المسكنات، هل المسكنات مضرة فعلا في جسم الإنسان ولا لا؟ وقديش حجم ضررها؟ الآن المسكنات عشان نفهم كيف بتشتغل ونقدر نحدد حجم ضررها، لازم أولا نعرف آلية عملها. كيف حبة صغيرة أنا بأخذها ممكن تودي لي ألم ما بخليني أنام، أو ممكن إنها بضل أخذ حبوب إذا ضل عندي ألم مستمر. كيف بتشتغل هاي الحبوب؟ عشان افهم كيف بتشتغل لازم اول اشي افرق بين شغلتين اساسيات الناس كتير بخربطوا بينهم، اللي هما الالتهاب والعدوى. الالتهاب اللي بالانجليزي اسمه inflammation، والعدوى اللي اسمها infection. كتير من الناس دائما بيفكروا اي infection اي عدوى بيعتبروها التهاب. اول اشي شو العدوى؟ العدوى هي عبارة عن انه في بكتيريا او فيروسات او فطريات دخلت في مكان المفروض انها ما تكون موجودة فيه وسيطرت عليه. الآن بنتبه لها الجسم، أول خطوة بيعملها الجسم في جهاز المناعي إنه بيسوي عملية الالتهاب اللي هي الانفلاميشن، اللي هي بمعنى آخر هي عبارة عن تجمع جميع جيوش الجسم من كريات دم بيضاء، من صفائح دموية، من عوامل بناء بنسميها أو growth factors، كلها بتتوجه لهذا المكان عشان تكافح البكتيريا وتطلعها من المكان اللي هي موجودة فيه وتلغي سيطرتها عليه. يعني إذا الالتهاب شيء جيد، شيء بيقوم فيه الجسم، هو من مناعة الجسم وهو الخطوة الأولى. هذا أهم شيء لنزه، هي أول خطوة بيقوم فيها الجسم لعملية المكافحة. الآن هل الالتهاب هاي العملية بتبدأ هيك لحالها؟ لا طبعا، في إلها أشياء بتحفزها أو بتناديها. أول إشي هو هرمون اسمه البروستوغلاندين. هذا الهرمون متواجد في كل الجسم، وهنحكي عن أعمال الأخرى، الأعمال كثيرة له في الجسم هنحكي عنها أثناء هاي الحلقة. الآن أول إشي لازم نعرفه أن البروستوغلاندين هو المسؤول عن إثارة إيش؟ الألم. إذا اللي بيبدأ عملية المكافحة اللي هي اسمها عملية الالتهاب الألم. الألم هو الإنذار الأول، التنبيه الأول، بيصير عن طريق هرمون البروستوغلاندين. إذا البروستوغلاندين بفعل الألم، الألم الإنذار بفعل عملية المكافحة اللي هي عملية الالتهاب. الآن البروستوغلاندين مين بينادي؟ بيجي لحاله؟ لا، بينادوه إنزيمات موجودة في الخلايا. الإنزيمات هاي اسمها إنزيمات الأكسدة الحلقية، اللي حنسميهم هسه بالحلقة COX1 وCOX2 وCOX3، هم ثلاث أنواع. أوكي، هنحكي عن كل واحد فيهم بريفلي عشان نخلص بسرعة. COX1 من وظائفه أول إشي حماية الغشاء المخاطي للمعدة، ثانيا تنظيم وظائف الكلى، زائد إنه مسؤول عن عملية الإرقاء. عملية الإرقاء يعني تحلل الصفائح الدموية والإلصاق، تحلل الصفائح الدموية هاي عملية الإرقاء لما يصير عند الواحد جروح معين أو هيك. إذا مين مسؤول عن هاي الشغلات؟ COX1. COX2 شغلته انه ينادي على البروستوغلاندين عشان يكافح يبدا عمليه المكافحه، بس له عمليتين ثانيات مهمات جدا. او واحد اللي هو تكون الاوعيه الدمويه، اذا COX2 له عمل رئيسي في تكون الاوعيه الدمويه، تشكيلها وتكونها، زائد انه من اهم اعماله انه يكافح الاورام. COX3 او النوع الثالث من والاخير من انزيمات الاكسده الحلقيه هو طبعا موجود في الدماغ، واكتشف حديثا يعني جديد تم اكتشافه، وحنحكي شو المسكن اللي بيشتغل عليه، بس طبعا لهسه مش معروف شو بيشتغل بالضبط. الان كل مسكن احنا بناخده، هي لازم نعرف هاي المعلومه، كل مسكن احنا بناخده وبنتناوله اعرف انه بيتاثر على واحد او اثنين مع بعض من هدول. كل مشتقات الايبوبروفين اللي هي بنسميها نون ستيرويدال انتي انفلاميتوري دراجز، يعني انتي انفلاميتوري يعني مضادة التهاب، هي هاي عملها انها توقف عملية الالتهاب، تمام؟ هاي كلها بتشتغل على COX1 والCOX2، يعني النوع الاول والنوع الثاني من انزيمات الاكسدة الحلقية.
اما الباراسيتامول بدناش نحكي اسماء تجاريه طبعا، الباراسيتامول الاسم العلمي بيشتغل على السي او اكس 3 ولسه مش معروف كيف بيشتغل عليه. الان اذا انا باثر لما اخذ حبه مسكن لازم اعرف ان انا قاعد باثر على انزيمات، شو بعمل فيها؟ بثبط عملها، فانا بخلي عملها اقل. فلما باخذ حبه مسكن اعرف انه انزيمات هاي اللي حكينا عنها قبل شوي خف عملها. لما يخف عملها هرمون البروستاغلاندين بيمنع، لانه هي اللي بتنادي، فهي ما بتنادي، لان اخذت انا مسكن خليتها ما تنادي تنام. فشو صار؟ البروستاغلاندين ما جاش. لما ما اجى البروستاغلاندين شو بيصير؟ بيجيش عشان يتفعل الالم، فببطل في الم. هيك عمليه المسكنات كيف بتشتغل، انها بتشيل الالم. بس المسكنات اللي بناخدها بتمنع هرمون البروستاغلاندين بشكل كامل. طبعا على حجم الحبه اللي باخدها قديش بتنزل لي انزيمات الاكسده الحلقيه. الان هل البروستاغلاندين هذا عمله بس انه يجي هذا الهرمون، عمله انه يجي ويسوي لي الم في مكان عشان تبدا عمليه مكافحه؟ لا طبعا، له اعمال كثير. احكي لكم اهمها او بعضها. من اهم اعمال تمدد وانقباض الاوعيه الدمويه، نمو الخلايا، انخفاض ضغط العين، تنظيم حركة الكالسيوم. إذن هاي أربع أعمال مهمة جدا إله، بس مش كلها، في له أعمال تانية. الآن أنا لما باخذ حبة مسكن معناها أنا هذا الهرمون بمنع إفرازه. فعشان هيك الألم نعمة من الله سبحانه وتعالى. الألم أجانا عشان يعطينا إشارة على إنه في عندك مشكلة في مكان معين. ما بيصير أخذه في أي وقت وكل ما صابني صداع أو صابني شوية ألم في ركبي أو صابني ألم في ظهري على طول أروح أخذ، أروح على السوبر ماركت أخذ لي علبة باراسيتامول وأخذ، أضل أخذ بشكل مستمر. وفي ناس بياخذوه لفترات طويلة. إذا إحنا هسه فهمنا إنه أنا لما باخذ هاي المسكنات ولفترات طويلة أنا قاعد بنزل إنزيمات معينة في جسمي، مما يؤدي إلى منع هرمون معين في جسمي، وأكيد حيكون له مضار ومضار كبيرة. حكينا لكم شو أعمال هاي الإنزيمات وشو وظائف هذا الهرمون أو بعض وظائف هذا الهرمون. فتخيل أنت هذا الهرمون المهم أنت قاعد بتضبطه بتهبطه بتمنعه، فكل أعماله أنت وقفتها. فما بيصير أخذ المسكنات كل ما حسيت بألم. الألم زي ما حكينا نعمة، لازم يصير معايا ألم على طول أروح أعرف ليش صار الألم. الألم هو عبارة عن إنذار زي إنذار الحريق. ما بيصير أنت تشوف إنذار حريق وتروح ما تدوريش ليش طلع هذا الإنذار. بتروح إذا اكتشفت المسألة بتسكر الإنذار، بس ما بتسكره قبل لا تعرف شو السبب. فإذا كان السبب عادي طبيعي شغلة دخان طالع من المطبخ من الطبيخ بتصفي الإنذار صح، ولذلك عارف شو المشكلة. أما من غير ما تعرف شو السبب ما تسكره. لما أنا أخذ مسكنات هيك من عندي لأنه عندي ألم لفترات طويلة، معناها أنا قاعد بس بسكر الإنذار بس ما شفتش إيش الخلل. الآن أنا حابب أشارك معاك صورة أشعة لحالة. هاي الحالة هي اللي خلتني بصراحة أقول بدي أعمل هذا الفيديو. هذا المريض إله أكثر من سنتين بياخذ مسكنات، عنده ألم بالفك وبضل يتألم وبياخذ إله سنتين كل ما يجيله الألم بياخذ مسكنات ويروح الألم، بياخذ مسكنات ويروح الألم. الآن شو صار معاه خلال هالسنتين؟ زي ما احنا شايفين في الصورة. شايفين الأسود هذا اللي عند الفك؟ هذا عبارة عن سيست كبيرة، راح الفك عنده كله. أبسس صار عنده. بس ما طلع لها شيء من برا، ما طلع لها محل تطلع منه السوائل فظلت تكبر جوا العظم. لحد ما تقريبا اكثر من 3 سم ونص بشكل افقي واكثر من 3 سم او 3 سم بشكل عمودي. تخيل هذا الحجم، يعني فكه راح، فكه مربوط الان بس ب 3 ملي في اسفل الفك وايش بس بسنان، يعني اسنان اذا انخلعوا انكسر الفك. لو واحد مزح معاه مزحه صغيره او ابنه مثلا هيك قال له يا بابا ضربه على فكه انكسر فكه. هاي سببها شو؟ المسكنات. طبعا هذا مثال بسيط، كثير من المشاكل اللي بنعاني منها بنكشف مستقبلا هي سببها انه صار الالم في اول مره، الم بسيط، انا ما راجعت، ما قررت اني اروح عند الطبيب وافحص شو سبب الالم، قررت اني اروح على الصيدليه واخذ حبه مسكن، وراحت شهور وشهور وبعدين سنين وبعدين صارت المشكله رجعت فيها. خلاص خربت الأمور. ارجو من كل واحد سمع هذا الفيديو انه اذا استفاد منه يشيره، لانه الموضوع مهم جدا. لابد ان نمتنع ناخذ المسكنات بشكل عشوائي،
لابد نراجع طبيب قبل ما ناخذ المسكنات. احنا بنعطي المسكنات بعد العمليات الجراحيه لانه احنا عملنا اجراء معين، هذا الاجراء بنتوقع من الجسم انه يقوم بالمكافحه، فبنعطي المسكنات عشان نحكي للجسم احنا عارفين الوضع، عارفين الان في اعاده بناء وانت حتبدا يا جسم باعاده البناء، فما في داعي للالم اللي احنا اللي عملنا الموضوع. لكن ما بنعطي المسكنات هيك، ما بنعطيها الا واحنا عارفين شو السبب زي ما حكينا سابقا. وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، وان شاء الله بنشوفكم فيديوهات تانية، وارجو اللي عجبوا الفيديو او استفاد منه يعطينا لايك وزي ما حكينا يشير الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.